إلا كنت دافع 25/3/2024 عقد عمل موسمي ستاجيونالي في هاد العمالة اللي غادي نشارك معاك دابا مع الجمعيات، التوقيت راه طالع. وإلا طبعتي وقال لك الوسيط باترون سمسار ما تجيش دابا لأن ما كاينش سكنة ما كاينش خدمة، طبع وطلع وشوف شنو وقع. الخونة عنده كونترا ديال غروسيتو بقى كيتسنى. السلام عليكم. اللي دافع في هذه العمالة هذه موديل سي مع الجمعيات نهار 25/3/2024 التوقيت راه طلع الإخوان تل 9:34. البارح حطيت المنشور قلت لكم إن شاء الله نتوصل بالكونترا نتأكد منها نشوفه واش داكشي كلشي وهذاك عاد نشارك معكم الخبر والمعلومة. فروزينوني اللي دافع في فروزينوني موديل سي عقد عمل موسمي ستاجيونالي نهار 25/3/2024 مع الجمعيات توقيت الإخوان توصل 9:34. السيد البارح اللي خرج لي هذا الشيء هذا خارج لي من 9:24 9:34 والكونترا ديال فروزينوني عقد عمل اللي هو موسمي. فروزينوني كتواجد في الجهة ديال لاسيو حدا روما حدا رياتي حدا فيتيربو كاينه في الجهة تاهي حدا لاتينا في الجهة تاهي ديال في الجهة ديال لاسيو. الإخوان هنيئا الناس اللي دافعين فروزينوني عقود أعمال موسمية، وإن شاء الله غادي نشوفوا توقيت آخر في عمالات أخرين. أنا راه سولتكم الإخوان على ريجيو كالابريا، ريجيو كالابريا بالنسبة لموديل بي راه خارج الإخوان 9:02 موديل بي اللي مدفوعين 18/3/2024 والتوقيت راه واحد شوية كاين 9:04 9:05 غير هو 9:02 راهم ديجا خارجين الإخوان. حتى البادانتي كتخرج في الريجيو كالابريا. بالنسبة لنابولي الناس اللي كتسول على نابولي البارح ولكن ما شفتش يعني لاش شي حاجة غادي نشاركها معاك ونكونفيرمي لك ونأكد لك المعلومة. البارح شي إخوان دخلوا عندي قالوا لي بأن نابولي راها خرجة تاهما كيتسناو في نابولي ولكن هما ما توصلوش بالكونترا ديالهم. المهم البارح نابولي خرجت عقود عمل موسمية توقيت فين واصل ما نكذبش عليكم. المهم نابولي خرجت عقود عمل موسمية غير هو راه ما شفتش انا الكونترات الاخوان، هذه غير معلومة من عند متابعي صفحة صدى المغتربين. المهم واحد الخبر بغيت نشاركه معكم الاخوان والواحد يرد باله. رد بالك رد بالك رد بالك. دفعتي كونترا طبعتي الفيزا قال لك الوسيط ديالك اودي ما تجيش دابا راه الخدمة ما كايناش، ولا ما تجيش دابا راه السكنة ما كايناش، خليني تنقلب لك على السكنة. هو هذا الشيء هذا راه كيكون صحيح ماشي ما كيكون صحيح، كاين اللي فعلا الوسيط ديالو كيقول له شوف خليني ندبر لك على السكنة ولكن راه الخدمة ما كايناش، ريح تما تنقول لك جي عاد جي كتضيع انت الوقت. وإلا جيتي معطل إلا جلستي كيف موقع الخونة عنده كونترا ديال غروسيتو طبع الفيزا فيها العام جلست 4 شهور جلست 4 شهور في المغرب من شهر 6 جا في شهر 10 فيزا ديالو ديال العام رجعوا من المطار عدو غروسيتو. علاش؟ لان الوسيط ديالو قال له ما تجيش خليني حتى نلقى لك السكنه راه حتى الخدمه دابا ما كايناش، وهذاك هو يجبد عليه 4 شهور كيقول له بلاتي ما تجي بلاتي ما تجي بلاتي ما تجي. دازت 4 شهور فاش جا المطار رجعوا في اول طائره غاديه للمغرب طبعوا ليه قالوا له سير الله يعاون عونك راك جلستي بزاف في المغرب انت. قال لك السيد اللي مخرج لك الكونترا سمسار وسيط باترون قال لك ما تجيش دابا طبع، وإلا كان عندك شي حد في الطاليان جي عنده حتى يلقى لك هذاك السكنه. في المثال دافعك في نابولي دافع كازيرتا فوجي يلقى لك السكنه ويبغي يدير معك بريمو انغريسو سير لعندو. علاش؟ باش ما تصيدش. يعني الا قال لي الخدمه ما كايناش قال لي السكنه ما كايناش ما غاديش نبقى في المغرب نضيع الوقت 4 شهور و5 شهور ومريسكي وفاش نجي غادي يرجعوني. ماشي هذه هي الحاله الاولى، بزاف الحالات الاخوان بزاف الناس وقع لهم هذا الشيء هذا ورجعوهم من المطار. اشنو يديروا؟ ما عندهم ما يديروا، حاجه وحده حاجه وحده ممكن انهم ياخذوا الكار ويدوزوا على اسبانيا فرنسا ويدخلوا لايطاليا. وهذا الاخ هذا اللي وقع له هذا الشيء هذا عنده الكونترا ديال غروسيتو حاول اخويا يدخل من سبليون فرنسا ايطاليا يعني يدير الكار قطع واحد البيي اخر ودير الكار من الاحسن ودخل لايطاليا. راه كاين اللي شدت ليه الناس جاوا لفينيسيا وجاوا لاودين بكونترات وجاوا معطلين ورجعوهم. اشنو داروا؟ داروا الطريق وعاودوا دخلوا. السيدي لا قال ليا ما تجيش دابا
ما كاينش خدمه ما كاينش سكنه، طبع الفيزا سيدي نقطع ونشط الطريق، نقطع ونشط الطياره لطاليان. الا قال لي ما كاينش دابا سكنه ما عندك فين تجي، نمشي عند شي حد من العائله ولا صديق ولا جار ولا، باش ما نضيعش راسي من طبيعه الحال، وفي الاخر حتى شي واحد ما يعقل عليك. شنو غادي يقول لك؟ ممكن نعاود معاك، هذا الشيء اللي غادي يدير معاك.